بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مع حلقة جديدة من حل أهم أسئلة الجزء الكمي، الأسئلة الجديدة المحدثة، الآن مع النموذج الرابع، الحلقة الأولى منه والقسم الأول. مع السؤال الأول بيقول: إذا كان 20% من ربع س ناقص 1 يساوي 2، قارن بين قيمة الس وهنا 14. طبعا انتوا عارفين ال 20% هذه بتمثل كام بالنسبه للكسر؟ بتمثل 5، يعني اقدر اكتبها في صوره كسر 1/5، وهنا الربع يعني 1/4، يعني المقدار ده لو حبيت ابسطه يطلع الجواب 1/كام؟ 1/20. طيب يعني هذا المقدار اقدر اشيله كده واخليه ايه؟ 1/20. 1/20 مضروبه في س ناقص 1، كل ده يساوي 2. طبعا الاثنين على ايش؟ على 1. اطبق هنا حركة المقص، اقول كده حاصل ضرب الوسطين ويساوي حاصل ضرب الطرفين، يعني لو ضربت هذول في بعض اللي هو س ناقص 1 واضرب الجهة الثانية 20 ضرب 2 هيعطينا 40. الواحد ده اضيف له السالب 1، اضيف له موجب 1، واضيف هنا موجب 1 عشان يروحوا مع بعض، يعني قيمة السين هتساوي 41. هنا السين تساوي 41 وهنا 14، طبعا القيمة الثانية اكبر واختار باء. مع السؤال الثاني معطينا هنا أعمدة بيانية، وطبعا زي ما انتم عارفين ان جاء كثير في الاختبار رسومات بيانية في التحديثات الجديدة. بقول: من الرسم البياني التالي ما الجامعة التي تقلصت ميزانيتها آخر عام؟ كلمة تقلصت يعني انخفضت، فهو هنا مديني 4 جامعات: جامعة الملك سعود والملك فهد وأم القرى والملك عبد العزيز. آخر عام اللي هو سنة 1433 اللي نقصت فيها، طبعا زي ما انتم شايفين مثلا اللي هو العمود البرتقالي كان بيزداد ثم نجي هنا ونقص، العمود البرتقالي اللي هو حق جامعة الملك فهد هو الجواب الصحيح اللي انخفض واختار ألف. مع هذا السؤال المهم بيقول: إذا كان سعر 125 جرام من التفاح يساوي 2.1 ريال، يعني 2.1 ريال، فما سعر الكيلو جرام الواحد من التفاح؟ طبعا السؤال ده ليه طريقتين للحل. الطريقة الأولى لو أنا عارف إن 125 هذول علاقتهم إيه بالألف؟ علاقتهم الثمن، الثمن اللي هو بيساوي 125 من الألف، تمام؟ يعني ده يعتبر ثمن كيلو، الثمن كيلو ب2.1، لما أجيب الكيلو أضرب في 8، 8 في 1 ب8، و8 في 2 ب16 وأضع الفاصل، يعني الجواب يطلع 16.8 من الريالات. طبعا الطريقة الثانية اسمها طريقة التدرج، اقول ان 125 جرام هذول بيعادلوا 2.1 ريال، واعمل عملية مضاعفة او ضرب 2 او ادبل، يبقى 250 وهنا 4.2 ريال. طبعا 250 هذه لو دبلتها مرة زيادة ادينا 500، 500 يبقى 8.4، 500 هذه اللي هي نص كيلو، لان الكيلو جرام في 1000 جرام، يعني الالف ادبل كمان مرة يدينا 16.8، وده تأكيد ان الجواب هو دال. مع هذا السؤال القوي بيقول: اذا كان نسبة الموظفين الغير سعوديين في الشركة الف 30% وعدد الموظفين في الشركة باء نصف عدد الموظفين في الشركة الف، ونسبة الموظفين غير السعوديين في الشركة باء 40%، فما نسبة الموظفين الغير سعوديين في الشركتين معا؟ تعال نوضح بس السؤال. انا عندي شركتين، شركة الف وشركة ايه؟ شركة باء، بس اعداد الموظفين هنا مختلفه. هو بيقول عدد الموظفين في الشركه باء نصف، طبعا لو قال نصف هنا بقى افترض عدد، يعني اقول مثلا عدد الموظفين في الشركه باء 100 موظف، يبقى عدد الموظفين في الشركه الف 200، واقدر اغير الارقام عادي، كل الاجابات تطلع ان شاء الله صحيحه. طيب تعال نجيبه الان للشركه باء او الشركه الف، وبقول الشركه الف عدد الموظفين غير سعوديين 30%. طيب انتوا فاكرين طبعا موضوع ال 10%، لو عدد الموظفين 200 10% أشيل 0 يعني 20 موظف، تمام؟ ده 10%. هو عايز 30%، يعني أضرب في 3 يبقى عدد الموظفين اللي هو 60 موظف، دول نسبتهم 30%. نفس الطريقة هنا بيقول موظفين الشركة باء 40%، هذول العدد كامل، لو أنا شلت منهم 0 هذا اسمه 10%، وأضرب في 4 عشان أجيب 40%، يبقى هنا 40 موظف. كده عدد الموظفين في الشركتين معا 60 زائد 40، يعني يطلع 100. 100 على كام؟ 100 على 300، صح؟ لان دول 200 موظف ودول 100 موظف، اجمعهم مع بعض يعطينا هنا 100 على 300، اشيل 0 مع 0 بعد عملية التبسيط يطلع الجواب ثلث، والثلث تقريبا 33%،
والجواب جي. طبعا كنت ممكن تحط ارقام ثانية عادي، لو انت حطيت برضو ارقام ثانية تطلع صحيحة، بس انا اخترت ارقام بسيطة عشان يطلع الحل سريع وسهل. مع هذا السؤال السهل على الاسس بيقول احسب قيمة المقدار 1 أس 1 و1 أس 2 وهكذا. ننتبه بس ان هذه عملية جمع، لان في سؤال مشابه جاء عملية ضرب. طبعا 1 أس 1 اللي هو 1 و1 أس 2 1 وهكذا الى الحد اللي هو 1 أس 100 1433. يعني انا عندي الان الواحد هذا هيكون مجموع مع نفسه 1433 مرة، يعني الجواب يطلع 1433 والجواب يكون دال. خلي بالنا لو كانت عملية ضرب يطلع الجواب 1، لان الواحد لو انضرب في نفسه اي عدد من المرات يعطينا 1. كمان سؤال سهل بيقول ما مجموع اول 50 حدا في المتتابعة؟ معطيني متتابعة ثابتة 3 3 3 وهكذا، اول 50 حد، يبقى انا اضرب 50 في 3 يطلع الجواب 150. يعني انا الان عملية خليتها عملية ضرب بدل ما هي عملية جمع مكرر ومجموع الحدود، خليتها ضرب، يبقى 50 ضرب 3 ب150 واختار دال. مع سؤال سهل على الكسور والمقادير الجبرية بيقول اذا كان ثلث نون زائد ربع نون يساوي 49 فما قيمة نون؟ طبعا انتوا عارفين لازم عشان احل السؤال ده اوحد المقامات، يعني اجي كده على ثلث نون هذه وعلى ربع نون واعمل توحيد مقامات. كيف اوحد المقامات؟ اضرب هذه في 4 فوق وتحت، واضرب هذه في 3 فوق وتحت. ليش؟ عشان يطلع المقام 12 مقام موحد، وهنا 4 زائد 3 7، يبقى اذا 7 على 12 نون بيساوي 49. خلي دي على ايش؟ على 1. قلنا دائما لما يكون عندي مساواة اقدر ابسط البسط مع البسط، يعني اقسم على 7 فيها الواحد على 7 فيها 7 واعمل حركة المقص، اقول حاصل ضرب الطرفين اللي هم هذول يساوي حاصل ضرب الوسطين اللي هم هذو، يعني نون ضرب 1 بنون واضرب 7 في 12 يعطينا 84 والجواب يكون جيم. مع هذا السؤال المتكرر في اختبارات كثيرة بيقول اذا كان ربع عدد ما يساوي 6000 فما نصف ثلث هذا العدد؟ طبعا اقدر احلها باكثر من طريقة، هنحلها الان بطريقتين. وبقول اذا كان ربع عدد ما يساوي 6000 يبقى العدد الان هيساوي كام؟ اخد الستة الاف هذه واضربها في 4، لان الستة الاف هي الربع، 4 في 6 ب24 واضع الاصفار. طيب ممكن اجيب الان نصف والثلث، تمام؟ ما يعني على خطوتين، يعني نصف الاربعة وعشرين الف يعني اقسمها على الاثنين يعني يدينا 12000، دي الخطوة الاولى. وثلثه يعني اقسم على الثلاثة، 12 على 3 فيها 4000 يعني الجواب هيكون باء. ممكن احلها بطريقة ثانية، ابدأ في العدد، العدد زي ما احنا قلنا اللي هو 24000 ضربنا 6000 في 4، واجيب الان نصف الثلث. لو انتوا تعرفوا كده في الكسور، لو انا عندي نصف وثلث وبضربهم في بعض يطلع الجواب سدس، 1 على 6، يعني اقسم هذا العدد على كام؟ على 6، برضو يطلع الجواب 4000 والجواب الصحيح هو باء. مع سؤال على الزوايا والمستقيمات المتوازية بيقول من الشكل المجاور ما قيمة س زائد ص؟ هو معطيني هنا س وهنا ص وطالب مني مجموعهم مع بعض. طبعا عشان بطريقة سهلة كده اقدر اجيب لازم ان انا استفيد من التوازي وهذه العلامات اللي عندي. طبعا اذا كان هنا المستقيمان متوازيان ففي عندي ايش؟ ففي عندي زوايا تساوي بعض بالتبادل وبالتناظر وهكذا، تمام؟ تعال نقوله مع بعض كده، ان زاوية هنا 40 يبقى الزاوية هذه 40، 40 بايش؟ بالتقابل بالرأس. وعشان المستقيمين دول متوازيين لو هذه صاد يبقى هذه صاد بالايش؟ بالتناظر، صحيح؟ ايوه تمام كده. لاحظوا مع بعض ان الثلاث زوايا جم مع بعض كده في منطقة واحدة، دول كده ثلاث زوايا على مستقيم واحد، وانتوا عارفين كده الزوايا على مستقيم واحد هكذا بيعطيني زاوية مستقيمة يعني مجموعها 180 درجة. هنا س وهنا ص وهنا 40، كل هدول مجموعهم 180. لو انا عايز س زائد ص مع بعض اوخر من ال 180 ال 40 اللي هي هذه، يعطينا الجواب 140 واختار ج. مع هذا السؤال السهل بيقول ما العدد الذي 5 أمثاله ناقص 10 يساوي مجموع هذه الارقام؟ تعال نستفيد كده من بناء جملة ومعادلة رياضية.
هنا مجموع الأعداد دي، تعالى نجمع دول الأعداد دي مع بعض، 18 زائد 2 يدينا 20، و20 يعطينا 40. وتعالوا بقى الآن كون المعادلة، بيقول ما العدد الذي خمسة أمثاله؟ خمسة أمثاله يعني 5 س ناقص 10، أكتبها هكذا، يساوي المجموع اللي هو 40. طبعا المعادلة سهلة الآن، مكونة من خطوتين، أودي العشرة للجهة الثانية تروح بإشارة مخالفة، يعني 5 س هتساوي 50، ثم نقسم على 5 في الطرفين، يبقى قيمة الس هتساوي 10، واختار د. كمان برضو سؤال جاء في اختبارات الفترة السابقة، بيقول إذا كان خمسة أمثال 1/7 س يساوي 30، أوجد قيمة س. خمسة أمثال يعني معناها ضرب إيه؟ ضرب 5، يعني 5 × 1/7 س كل دول يساوي 30. طبعا 30 على إيش؟ على 1. أعمل عملية تبسيط، أقسم على 5 فيها 1، أقسم على 5 فيها 6، وأعمل حركة المقص، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. السين مضروبة في 1 يدينا سين، والستة ضرب 7 يعطينا 42، وبكده أختار ألف. مع هذا السؤال القوي اللي كثير من الطلاب سألوني فيه وكان موجود في التجميعات القديمة، قول إذا كان العدد 2 أس 15 يقبل القسمة على سين، فأي القيم الآتية يمكن أن يكون قيمة للعدد سين؟ طبعا عشان هذا العدد يقبل القسمة على سين، لو تلاحظوا ان هذه قوة، يعني هذه العدد 2 أس 15 قوة. انتوا عارفين طبعا ان العدد 2 أس 15 انقسم على العدد، يبقى اكيد هذا العدد هيكون زوجي، وزي ما انت شايف كلهم ايه؟ كلهم زوجي، ويكون قوة للعدد 2. انتوا عارفين طبعا 2 أس 1 بتساوي 2، و2 أس 2 بتساوي 4، فاكرينها لان انا قعدت اقول لكم عليها اللي هي ذاكرة الجوال. واثنين أس ثلاثة تساوي كام؟ قولوا معاي، 2 أس 3 يساوي 8، صحيح. واثنين أس 4 بتساوي 16، واثنين أس 5 محفوظة اللي هي 32، صح؟ اللي هي الجيجات، قلنا 2 جيجا أول شيء اخترعوه، ثم 4 جيجا، ثم 8 جيجا، ثم 16، ثم 32، وهكذا. 2 أس 6 بتساوي هنا 32، يبقى 64، صح؟ وأدبر وأنا ماشي، يعني لازم العدد اللي أنا أختاره يكون عدد من هذه الإيه اللي هي قوة 2، يا يكون عندي الجواب 2 يا 4 يا 8 يا 16 يا 32 يا 64 وهكذا، زي ما أنتم شايفين. وفي واحدة موجودة من الخيارات فقط اللي هي إيه؟ اللي هي د الجواب الصحيح. نلتقي بعد قليل إن شاء الله مع تكملة للقسم الثاني من النموذج الرابع. شكرا، والسلام عليكم.